ايه ده ايه ده ده احنا حلوينا قوي بقينا زي القمر. بصي هنور يا ماما. كويس انك جيتي يا عليا، انا خلاص بقى يا بنتي عايزه امشي من هنا، كفايه كده. تمشي ده ايه يا ماما؟ ايه الكلام ده؟ انت مش هتعتبي بره الاوضه دي الا وانت زي الفل. يا بنتي لازمته ايه البهدله دي؟ وبعدين المستشفى دي شكلها غالي قوي، انت جبتي فلوس منين؟ ما تشغليش بالك انت، ربنا ساترها وكرمنا اخر كرم. يا حبيبتي ربنا ما يحرمني منك يا رب، والله انا من غيرك ما انا كنت عارفه انا هعمل ايه. انت ما كان لكيش البهدله دي يا عليا. بهدله ايه بس؟ ما انا قدامك اهو زي الفل والحمد لله. الله يرحم ابوكي لو كان عاش كان. ايه لازمته بس الكلام ده يا ماما دلوقتي؟ ما هو انا يا بنتي انا حاسه ان انا السبب في اللي انت فيه ده. يا بنتي يا بنتي لو كنت انا اللي مت وهو اللي عاش ما كانش حصل كده، كان زمانك عايشه في عز ونعيم. هتشر عليك يا امي، وبعدين بقى الكلام ده حرام على فكره. استغفر الله العظيم يا رب. اهل ابوك يا بنتي طول عمرهم بيكرهونا وعمرهم ما سالوا عننا، ده حتى حقك في ورث ابوكي كلوه علينا. وده ليه؟ ده بسببي انا. عرفتي بقى لما قلت لك يا ريتني انا اللي اروح وهو اللي فضل، كان زمانه راح لهم وسامحوه وانت رحتي معاه وقعدتي في عز يا بنتي. عز ايه يا امي وهنا ايه؟ انت العز والهنا كله، انا اصلا من غيرك ولا حاجه. او النعمه. طيب المهم ميبقاش واخد باله منك ان انت كنت مستنياه ولا حاجه. ليه انا عبيطه؟ انا عملت نفسي قال يعني واقفه مستنيه مواصلات، لمحت العربيه رحت واقفه على طول مركبني العربيه. ركبك العربيه؟ اه. ايه ده ايه لك بت؟ ركبتي معاها العربيه؟ في يما عادي اما اركب العربيه يعني، وبعدين انا هبله واتسلمه باين عليه طيب كده مؤدب. طب الحمد لله. يا رب يجعله من اسمتك ونصيبك يا رب. يا رب يا رب. على الاقل تفلحي وما تخبيش خيبه امك. ابويا فين؟ طيب يسرح بشويه البضاعه اللي عرفنا بيهم للنهار. حرام عليكي بقى يا شيخ ارحميه، ابويا غلبان وطيب. هو الفقر اللي احنا فيه ده مش بسببه؟ انا مش فاهمه، يعني الراجل لو كان قادر يعيشنا عيشه غير دي كان قال لا رفض. وما يقدرش ليه يا اختي؟ ناقصه ايد ولا رجل؟ ولا هو مش راجل زي بقيه الرجاله اللي ما شفت معاه يوم عدل؟ الهي يا رب يا رب تاخده ونستريح. يا ساتر. كفايه عليا مؤقتا انك هترقصي معايا. تعالي يا هلا اتفضلي. تسلمي يا روحي. ايه ده؟ انت نقلتي هنا ولا ايه؟ يا ريت. بقول لكم ايه يا بنات؟ انا هموت من جوع، تاكلوا معايا؟ على فكرة أنا عملت أكل، قلت أكيد أنت هترجعي من برة تعبانة يعني وعايزة تاكل. بجد؟ خلاص ناكل مع بعض. لا والله ما قادرة أنا شبعانة. لا لا شبعانة إيه؟ هناكل مع بعض يعني هناكل مع بعض. أنت عملت لنا إيه بقى قولي؟ أنت حيلتك حاجة غير كيس المكرونة اللي جوه. يا سونسون. يا سلومة. ايه يا عم الروقان اللي انت فيه ده؟ معكش حاجة؟ حاجة ايه ولا مؤاخذة؟ حاجة علينا. حاجة علينا في سجارة كنت شايلها لآخر الليل يعني، بس ما تغلاش عليك يا صاحبي. هتخبيها على أخوك؟ خد دي. ماشي. قبولة منها. يا دميل، تفكر في ايه؟ فكر في الفلوس. وهي ما بتفكرش فيك؟ ما تفكرش فيها ليه يا اخويا؟ بص يا صاحبي، حاجتين في الدنيا دي تجري وراهم ما تلاقيهمش، النسوان والفلوس، تديهم بالجزمة يجوا لحد عندك. تصدق انت بقى السيجاره دي خليتك تقول كلام حلو قوي. امال انت فاكر ايه؟ ازاي بنتك سعاد اتطلقت ولا لسه؟ خليها تطلق يا رجاله بلانيله. عينك مالها يا عيني؟ هتبوظ من مكانها يا صاحبي، ما ينفعش كده يا حسني، لو حد خد باله هتبقى مشكله. طب تصدق بقى النبويه دي جايه بس على تك. انت اتجننت في دماغك ولا ايه؟
اسمع مني بس زي ما بقول لك كده. طب وانت عرفت منين؟ عينيها بتقول. عينيها بتقول؟ ماشي يا حليم، بس خلي بالك الواد جوزها لو عرف هتبقى مشكله. جوزها مين؟ جبور؟ ده أمور. الله يخرب بيت شيطانك. ايه يا عم؟ مناوله مش مقاوله. امسك.